تكن مستغربة الاستدارة الأخيرة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تجاه حزب الله الجار كما وصفه، لا سيما طلبه الحوار معه. فمن يتابع المسيرة السياسية لبيك المختارة يفهم أن لا خصوم دائمين بالنسبة إليه ولا حلفاء كذلك، خصوصا أن حنكته وأنتناته السياسية لطالما ساعدته على استشعار المتغيرات الإقليمية والدولية المقبلة، فاستدار معها لزوم المرحلة آخذا في الوقت عينه أمن الجبل واستقراره في الاعتبار. ثمة من يشير إلى أن هذه الخطوة لم تأتي من أجل التحالف السياسي مع وليد جنبلاط أو هي تسديد فواتير لحزب الله بعد الحملات التي استهدفته من قبل جنبلاط، ولكن باعتقادي أنها تهدف إلى بعض العناوين الأساسية. أولا تنظيم الخلاف، ومن ثم الشروع في حوار وطني. لا فواتير، لا تسديد فواتير لحزب الله. قد يكون رأى أي جنبلاط المرحلة صعبة وقاسية، ولا يمكنه إلا الاعتراف بأن لحزب الله دور، وقد تكون انعطافة جنبلاط أيضا لها صلة وثيقة بالاستحقاق الرئاسي. يجب الإجماع كما يرى جنبلاط على شخصية توافقية حيادية تحظى بإجماع اللبنانيين، بمعزل من يكون هذا الطرف، إنما أن لا يكون لا من 14 أذار ولا من 8 أذار. لا شك في أن محاولة المختارة وصل من قطع بينها وبين حارة حريك سترخي بظلالها على الحلفاء قبل الخصوم وستعيد خلط الأوراق، لسيما أن البلاد على مشارف انتخاب رئيس جديد للجمهورية يريده زعيم المختارة على شاكلة الياس تركيس. فهل سيذهب جنبلاط بعيدا في هذه الانعطافة مع حزب الله أبعد من حدود الحوار وتنظيم الخلاف؟ لا أعتقد أن وليد جنبلاط، وهنا الأهمية بمكان لهذه المسألة، سيذهب بعيدا باتجاه حزب الله. سيبقى ضمن المنظومة العربية أو ضمن الواقع العربي، وتحديدا مع المملكة العربية السعودية لعمقها الخليجي والعربي ودعمها التاريخي لبنان. لن يخرج عن المملكة العربية السعودية ومسار المملكة العربية السعودية في لبنان والمنطقة ودول مجلس التعاون، لأن ذلك كلفته باهظة. من الواضح أن رئيس التقدمي الاشتراكي اختار أن يرسم خريطة تموضع جديد لحزبه وناسه بعيدا من تحالفاته الانتخابية الأخيرة، وما تقربه من حزب الله بعد قطيعة طويلة إلا دليل على ذلك. دارين دعبوس، قناة الجديد.